شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا بكم يا اطفال عمو يزيد، او فرحان بزاف لراكم هنا، وانتم راكم فرحانين. اذا مرحبا وانتم يا اصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الاطفال اللي راهم هنا وتفرحوا ثاني، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن لما تشاركوا عمو يزيد رايح يكون سعيد جدا باستضافتكم، ونكلمكم كذلك عبر الهاتف ولا عبر الإيميل كما كلمناكم يا أطفال. يا أخي فرحتوا كي كلمناكم؟ إذن مرحبا بكم مرحبا بكم. في بداية كل حصة يجينا ساعي البريد، ساعي البريد صديقنا اللي يجيب لنا رسائل تاع الاطفال. اذا رحبوا معايا بصهيب ساعي البريد، اصغر ساعي البريد في العالم. تعال. مساء النور، واش راك؟ لاباس؟ جبنا بريد تاع الاطفال اللي راح نقراوه من بعد، وانتم كذلك احبائي اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم في الحصه، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. فضل سهيب، أعطينا البريد في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد راح يقرأها لكم. أحبائي حبيت نتكلم. السلامة. شكرا 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 شكرا. واسمك بنتي؟ هديل. هديل وين تسكني؟ حاسي مسعود. جيتي من حاسي مسعود، الله يبارك. تروحي تسلمي عليهم كامل؟ لا إيه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك وين تسكني ملاك؟ فرويبة. فرويبة، الله يبارك، خير الناس خير الناس. نشوف العروسة هذه، واسمك بنتي؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ جلفة. في الجلفة ولاد نايل، الله يبارك الله يبارك. وانت بنتي واسمك؟ أحلام. وين تسكني أحلام؟ تيزي وزو. في تيزي وزو، الله يبارك القبائل الكبرى. إذن أحبائي نزيد ونشوفوا. يلا انت واسمك بنتي؟ آلاء. وين تسكني آلاء؟ في البيض. في البيض، الله يبارك، مدينة البيض. انت اخوها، واسمك ولدي؟ انا محمد. محمد وين تسكن؟ في البيض تاني. الله يبارك، جاونا مدينة البيض. اذا تحياتنا لكل سكان الجزائر وتحياتنا لكم كامل، وماذا بينا نستقبلوا كامل كامل التراب الوطني. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا. هذا اليوم صادف. ها؟ واسمك انت يا بنتي؟ آية. السنين نهضروا مع آية. واسمك بنتي؟ آية. وين تسكني آية؟ أوه شحال في عمرك؟ هكا هكا. شحال هادو؟ خمسة؟ ايه. خمس سنين؟ ايه. الله يبارك الله يبارك. شاطرة 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 بنتي، شاطرة شاطرة. إذن أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا. هذا اليوم العالمي صادف يوم 20 ديسمبر، هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني واليوم العالمي للإنسانية. دونك سي لا جورني انترناسيونال دو لا سوليداريتي هومان اي دو لومانيتي. على بالكم يا احبائي ان الانسان عايش في مجتمع، وهذا المجتمع فيه افراد. هاد الناس لازم يكون بيناتهم الإنسانية والاحترام حتى يكون فيه تعايش. لازم المرء دائما يكون عنده قناعة باللي عنده حرية، ولكن حريته تنتهي لما تبدأ حرية الآخرين. أنت حر، ولكن ما لازمش الحرية نتاعك تتجاوز الحدود. يا أخي لازم نراعي الناس اللي عايشين معهم في المجتمع، هذه هي الإنسانية، نراعي حقوق الناس، ما نحقرش الناس، ما نستفزش الناس. يعني الإنسانية مهمة جدا حتى يكون المجتمع عايش في السلام يا أحبائي. يا أخي في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ اليوم سؤال، هذا السؤال يقول ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ لا فيل لا موان بوبلي دالجيري، لا ولاية، الولاية اللي فيها أقل سكان في الجزائر. كنا في الحصة اللي فاتت شفنا باللي الجزائر العاصمة هي الأكثر كثافة سكانية، والولاية الثانية كانت ولاية سطيف. ولكن اليوم السؤال يقول ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية في كل الجزائر؟ فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز
أو السؤال بالطريقة التالية. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا فكروا لعبالي بالشاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لما شوفوا فينا، وحنا نروحوا دركا نكتشفوا شخصية مرموقة في العالم الإسلامي، شخصية مالك بن أنس مع نور الهدى. تحية نور الهدى، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم عن شخصية مالك بن أنس. ولد الإمام مالك بن أنس بالمدينة المنورة سنة 93 هجري، ونشأ في بيت كان مشتغلا بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، وحفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوي وتعلم الفقه الإسلامي. فلازم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز 7 سنين يتعلم عنده. وبعد أن اكتملت دراسته لآثار والفتية، وبعد أن شهد له 70 شيخ من أهل العلم أنه موضع لذلك، اتخذ له مجلسا في المسجد النبوي للدرس والإفتاء، وقد عرف درسه بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلالها. وكان يتحرز أن يخطئ في إفتائه ويكثر من قول لا أدري، وكان يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. فقيه محدث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. وفي سنة 179 مرض الإمام مالك 22 يوم ثم توفي، وصلى عليه أمير المدينة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ثم دفن بالبقيع رحمه الله. شكرا 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 نور الهدى، شكرا شكرا، تحية تحية نور الهدى. أحبائي، مالك بن أنس رحمه الله هو ثاني الأئمة الأربع، هناك 4 مذاهب في الإسلام. إذن مالك بن أنس، الجزائر تتبع هذا المذهب، هو المذهب المالكي. إذن رحمه الله. وش رأيكم يا أحبائي، عمو يزيد لكم أغنية يقول فيها غنوا غنوا يا أشبال، غنوا كامل معايا، يلا معايا. غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، لا 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 لا. هيا نرقص وسط الباحة نملأ مرحا هذه الساحة، نلهو نلعب في فرح نمرح نجري، هيا نرقص وسط الباحة نملأ مرحا هذه الساحة، نلهو نلعب في فرح نمرح نجري في مرح. غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، لا 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 لا. ما أجملنا ما أحلانا حلم يكبر بالقرآن، نكبر فيه يكبر فينا وسنحميه كي يحمينا، ما أجملنا ما أحلانا حلم يكبر بالقرآن، نكبر فيه يكبر فينا وسنحميه كي يحمينا. غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوا للأطفال، لا 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 لا. نزرع حبا ننشر أملا، نحصد علما نجني خيرا، نكتب نصا فيه قصيدة نرسم علما، نزرع حبا ننشر أملا، نحصد علما نجني خيرا، نكتب نصا فيه قصيدة نرسم علما فيه وطنا.
وطني. غنوا غنوا يا أشبال نغما حلوة للأطفال. برافو 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 برافو. شكرا شكرا شكرا. حبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا مع عمو نور الدين اللي جانا مدينة تيارت في ألعاب الخفة. تفضل عمو نور الدين. تفضل تفضل تفضل. إلى التحية لعمو نور الدين. تفضل تفضل عمو نور الدين. تفضل تفضل. شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي نشكر عمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت بألعاب الخفة. ودركا راح نروحوا الفقرة أضفناها في هذا الموسم الرابع، هي فقرة هل تعلم. راح نكتشفوا مع ياسمين معلومة جديدة. إذن تفضلي تفضلي ياسمين. تحية تحية لياسمين. تفضلي بنتي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن الماء يكوي 90% من وزن الجسم؟ برافو 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 برافو. شكرا ياسمين شكرا. إذن أحبائي هل تعلمون أن الماء يعني السائل يكون 90% من وزن الجسم؟ إذن في كل مرة نكتشف معلومة تفيدنا. دركا يا أحبائي راح نحكي لكم حكاية. حبوا الحكايات؟ حكاية النملة الجشعة. يلا معايا. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية النملة الجشعة. النملة الجشعة، الجشع هو الإنسان اللي ما يقنعش. واحد النهار كانت واحد النملة، وهذه النملة كانت كان عندها الغرور، كانت حاسبة روحها وتمشي هكذا وكامل. واحد النهار كانت تمشي هكذا، شاف قطرة هكذا تاع حاجة سوداء هكذا طاح. راح تخيل بالعقل هكذا تشوف دقتها هكذا، هي هذيك القطره تاع العسل، هي ما كانش تعرف العسل. دقتها عجبها هذاك الذوق هذاك، دقت هذيك الحبه. من بعد زادت شويه زادت شويه، من بعد قالت الحمد لله. من بعد جات رايحه جات رايحه في الطريق، ومن بعد قالت ها ما كليتش بزاف انا لازم نزيد ناكل. رجعت هذيك العسل هذاك وزاد كلات 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 هكذا، عاود راح. كي جات رايحه قريب تلحق للدار عاود قالت هو انا ما شبعتش بزاف لازم نزيد. ما قنعتش، رجعت هذيك حبتها العسل تاكل تاكل. بعد قالت لا راني من برا لازم ندخل في وسط هذاك العسل هذيك القطره تاع القطره هذه وناكل من الداخل باش نشبع. دخلت لداخل
قعدت تاكل 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 بصح من بعد كي جات تخرج حصلت ما قدرش تخرج قعدت تما. عمو يزيد عمو يزيد استخلصوا من الحكايه تاع اليوم ان القناعه كنز لا يفنى. برافو برافو تحيه البوبي تحيه البوبي. احبائي القناعه كنز لا يفنى والناس بكري يقولوا الطمع يفسد الطبع الانسان لازم يقنع بالقسمه ديالو يا اخي يا احبائي. يلا معايا ارجعوا لاماكنكم. إذن أحبائي كما قلت لكم القناعة كنز لا يفنى لازم يكون قنوع. درك الحقنا الركن اللي نحبو بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده يمبل بلاك يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة شكون؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ مروة. مروة؟ وين تسكني مروة؟ في الجزائر. في الجزائر، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قفز الأنب. يلا. قفز الأنب خاف الأنب كنت قريبا منه ألعب أبيض أبيض مثل النور يعدو في البستان يدور يبحث عن وقاد غدير تفها كلب القيجي لا تهرب مني أنك تعفيق يا دلعب. شكرا 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 يلا. قولي عند تعالى تعالى أروح. أقعد ولدي واسمك؟ إسحاق. إسحاق وين تسكن إسحاق؟ فمدية. فمدية خيار الناس الله يبارك. حكي لنا النكتة تاعك ولدي. قال لك واحد النهار هذه امرأة بعثت وليدها تشري له خبزة سخونة قاعد يقول خبزة سخونة خبزة سخونة خبزة سخونة من بعد أكلته حشرة نسات تلفت له قاعد يقول تبسة سخونة تبسة سخونة تبسة سخونة الحق للخبيز قال له أعطيني تبسة سخونة. برافو برافو. شوفوا لي عنده نكتة جميلة نكتة. تعالي أرواحي تعالي بنتي تعالي عودي قولي لنا واسمك. آية. آية شحال في عمرك آية؟ حجر هكا. شحال هادو؟ خمسة. برافو برافو. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. مكان يا مكان في قديم زمان كان همس وكارتين ماتتي ماهم باباهم عبد الزواج باباهم هاي ماهم جب شريرة باباهم ويما شريرة هذيك قالت لهم باباهم روح اديهم الغابة ياكلهم الغول لا راحوا حتى خلهم تما ايه ومن بعداتك يروحوا الغابة قلت له هانتي قالها ما تبكيش اختي نعود ونروحوا للدار راحوا عند شريرة واحدة اخرى قبلتي طيبة هذاك الطفل ليه دارته داخل الخنص الغض عليه ايه خطو سلكاته وما ترى ماتت هذيك الشريرة ثم بابا عودوا راحوا لدارهم. اوكي برافو برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ مروة. مروة وين تسكني مروة؟ في بودوة. في بودوة؟ نعم. خيار الناس خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. هذوك الزوج راحوا للبنك سرقوا دراهم راحوا للدار وحسبوا حسبوا وعياوا الاخر خزر في الاخر قال له بلا خلي غدو ان شاء الله ونعرفوا في النشرة شحال سرقنا. برافو برافو برافو. تعالي أرواحي تعالي تعالي بنتي أرواحي. واسمك بنتي؟ آية. آية شحال في عمرك آية؟ 11 سنة. الله يبارك بنتي. وين تسكني؟ في الرويبة. في الرويبة خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد الرجل مريض مرض عقلي راح عند الطبيب اللي يداويه في الأمراض العقلية باش يتيستيه راح رسم له باب قال له هادي وشنو؟ قال له باب قال له حلها قال له ما تقدرش تتحل من بعد قال له هذاك الطبيب فرح حسبت له برا من بعد داه البحر هذاك الرجل المريض قاعد يغزر في البحر يغزر الطبيب قال في روحه واش راهو
يتخيل قال له شك تخيل قال له زعما كنت جاد البحر كاع ما لقاش حد يسحق من خبز. برافو 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 برافو. احبائي الحقنا دركا الركن الرسائل اللي نقراهم. بوبي اعطينا رسائل تاع اصدقائنا اللي جابهم لنا ساعي البريد. وانتم يا احبائي لا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا بوبي شكرا. تحيه تحيه البوبي تحيه 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 البوبي. اذا الرساله الاولى مع عند حسين وفاء 16 سنه من مدينه تغنيف ولايه معسكر. قلت لكم اريد المشاركه في حصه عمو يزيد. اذا يا وفاء حسين مدينه تغنيف مرحبا بك بنتي حتما سوف نتصل بك للمشاركه. الرساله الثانيه من عند زيدان احمد 6 سنوات من مدينه الحراج ولايه الجزائر. اني اريد منك يا عمو يزيد ان تاتي الى مدينه الحراج للقيام بحفل وان تستضيف ابني في الحصه. بالطبع اذا زيدان احمد 6 سنوات مرحبا بك ولدي سوف نتصل بك وراح نزوركم ان شاء الله في مدينه الحراج وكل المدن الجزائريه بربي ان شاء الله. الرساله المواليه طالبي هدى 6 سنوات مدينه شرشال ولايه تيبازا. قلت لكم اعجبت كثيرا بالحصه وانا احبكم جميعا. اذا بنتي هدى طالبي من شرشال شكرا شكرا على المراسله. والرساله المواليه دويسي أنيس معتز بالله 7 سنوات من ولاية الطارف مدينة عين العسل. مدينة عين العسل ولاية الطارف. إذا مرحبا بك. رسالة تقول أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد أريد المشاركة في الحصة. بالطبع أنيس وليدي من عين العسل ولاية الطارف سوف نتصل بك حتما للمشاركة في الحصة. الرسالة الموالية مشكور تنسيم 12 سنة ولاية عين دفلة مدينة العطاف. قلت لكم أحبكم كثيرا وخاصة عمو يزيد وأريد المشاركة. إذا تنسيم مشكور مدينة العطاف شكرا شكرا بنتي على المراسلة. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة الجميلة تاعكم. والآن وصلنا للجواب عن السؤال. أحبائي السؤال قال ما هي الولاية الأقل سكانا في الجزائر؟ الولاية اللي فيها أقل سكان في الجزائر شكون يعرفها؟ ولاية تعالى تعالى أروح وليتي قولهم اسمك تعال اسمك شري إسلام. إسلام وين تسكن إسلام؟ في الجزائر في العاصمة. واسمها الولاية؟ بجاية. لا لا ماشي بجايه، بجايه فيها شويه سكان. تعالي بنتي روحي. تعالي واسمك؟ مروه. مروه وين تسكني مروه؟ بودوا. في بودوا. واش هي الولايه؟ تندوف. ولايه؟ تندوف. تندوف. إذا أحبائي ولاية تندوف، تعالي تعالي بنتي اقعدي معايا. ولاية تندوف فيها ما يقارب 50,000 نسمة فقط مقارنة بالعاصمة اللي فيها 3 ملايين، ولما ولاية سطيف اللي فيها 1.5 مليون. يعني تندوف هي الأقل كثافة سكانية في الجزائر ما يقارب 50,000 نسمة. تحياتنا لكل سكان مدينة وولاية تندوف. أعطيني الهدية تاعها. أعطيني أعطيني. إذن بنتي تندوف هي أقل كثافة سكانية في الجزائر. شكرا على شطارتك. شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية باش تستفادي بها إن شاء الله. تفضلي بنتي تفضلي. شكرا شكرا شكرا. إحنا نحبوا الشاطرين. تحية تحية لها. أعطونا تحية لها. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا، وباش نتوما والأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يحبوا يحتفلوا بعيد ميلادهم في حصة مع عمو يزيد ما عليهم إلا يرسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي اللي هو صندوق بريد 42,000 الجزائر العاصمة سطوالي، باش تجوا تحتفلوا بعيد ميلادكم هنا وعمو يزيد يهدي لكم هدية عيد ميلادكم. اليوم معنا هديل غنم من مدينة حاسي مسعود. تعالي بنتي تعالي تعالي باش نحتفلوا بعيد ميلادك. روحي بنتي. إذا احنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا
يروح يجيبوا لنا الكاطو تاعها. يلا التحقوا بيا باش نغنوا لها. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا عمو يزيد شالك شمع هديل، ديروا معايا العدد التنازلي لهديل، 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعه. برافو الله يحفظك. برافو 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 برافو. اذا بنتي اعطي لها الشهاده تاعها. اذا غانم هديل عمو يزيد يهديك هذه الشهادة، هي شهادة شكر وعرفان لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك كل واحد فيكم راح ياخذ شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى للمشاركة في هذه الحصة الجميلة. يا أخي أحبائي، وكما وعدناك رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. هاي ليك، وانا مبقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا احببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أنا أم نسرين من ولاية عين دفلة من العطاف، سجلنا في السيت عمو يزيد واستدعونا ورانا اليوم في البلاطو تاع حصة عمو يزيد. سجلت في السيت عمو يزيد واستدعوني ونشكرهم جزيل الشكر، ونشكر حصة عمو يزيد ونشكر طاقم عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.